الملك الحسين هو الملك الثالث للأردن، يعني تقريبا واحد من أكثر الشخصيات اللي كانت محبوبة في وقته بصراحة. شوف للأمانة وبدون مقدمات، كل ما مشينا في الفيديو أكثر، كل ما المعلومات راح تصير غريبة وصادمة أكثر. وصدقني قد ما كنت بتعرف الملك الحسين مش راح تعرف على الأقل نص هاي المعلومات. طبعا قبل ما نبدأ أكيد اشترك في القناة إذا مش مشترك يعني، وخلينا نبلش. بداية الحكم في سنة 1952، الملك طلال والد الملك الحسين كان مريض وتم عزله. وقتها الملك الحسين كان عمره 17 سنة. القانون الأردني بيحكي انه لازم الملك يكون عمره 18 سنة قمرية على الأقل. طبعا الملك الحسين كان عمره 17، فاضطر انه يستنى 9 شهور كاملة من وقت ما انعزل الملك طلال واستلم الحكم بعدها، وكان عمره 17 سنة ونص بالتوقيت الشمسي. طبعا 17 سنة ونص يعني من أصغر الملوك في التاريخ كله. المعلومة الثانية، أطول فترة في الحكم. في العادة الملوك بيحكموا لفترات طويلة، وهالإشي معروف طبعا لأنه الملك في العادة بيستمر حكمه لحتى يا إما يعزل أو يموت. فالملك الحسين حكم تقريبا 46 سنة ما بين شهر مايو 1953 حتى فبراير 1999. وبالمناسبة هاي ثاني أطول فترة حكم في الوطن العربي في العصر الحديث. ما في إلا رئيس واحد حكم أكثر من الملك الحسين، يلي هو سلطان سلطنة عمان السلطان قابوس، حكم تقريبا 49 سنة. المعلومة الثالثة عن أبناء الملك الحسين وزوجاته، يعني معلومة هيك سريعة وخفيفة. الملك حسين تزوج 4 مرات. أول مرة كانت من الشريفة دينا بنت عبد الحميد، واستمر الزواج 2 بس. ومن بعدها تزوج من الملكة منى الحسين، واستمر الزواج 10 سنوات. ومن بعدها تزوج من الملكة علياء، واستمر زواجهم 5 سنوات. وبالأخير تزوج من الملكة نور الحسين، وعنده 11 ابن وابنة، هم الملك عبد الله والأمراء هاشم وحمزة وعلي وفيصل، والأميرات عالية ورايا وإيمان وهيا وزين وعائشة. طبعا مع العلم انه زين وعائشة هن توأم. المعلومة الرابعة، الملك الحسين كان عنده هواية نادرة كثير خصوصي بالنسبة للرؤساء، وهي انه كان يحب يسوق الطيارات، وكثير كثير ساق طائرته الخاصة، وكان مطلع كثير على فنون الطيران وعنده خبرة واسعة فيها من وقت ما كان صغير. المعلومة الخامسة، المعلومة هاي عبارة عن جزئين وهي عن زوجات الملك حسين. الجزء الأول، الملكتين نور الحسين ومنى الحسين هاي مش أسمائهم الحقيقية. منى الحسين اسمها أنطوانيت جاردنر وهي بريطانية طبعا، أما نور الحسين اسمها الحقيقي ليزا نجيب حلبي، والملك هو اللي طلب منهم إنهم يغيروا أسمائهم. أما الجزء الثاني من المعلومة وبرضه هو جزء غريب نوعا ما، إنه زوجة الملك الأولى الشريفة دينا بنت عبد الحميد لما تزوجها الملك كان عمرها 26 سنة، أما الملك كان عمره 20 سنة، يعني زوجته كانت أكبر منه ب6 سنوات. وزي ما حكينا زواجهم ما استمر إلا 2. المعلومة هاي عن محاولة اغتيال الملك حسين، وأنا متأكد إنك ما بتعرفها. في سنة 1951 كان الحسين عمره 16 سنة، وفي هالوقت ملك الأردن كان الملك عبد الله المؤسس. المهم الملك عبد الله أخذ الحسين وراح على القدس في رحلة لزيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه. وصلوا القدس يوم الخميس، ويوم الجمعة طلعوا على صلاة الجمعة علشان يصلوا، وفي الطريق طلع شخص اسمه مصطفى شكري أطلق النار على الملك عبد الله وقتله على درج المسجد الأقصى. طبعا هاي يعني معلومة معروفة، وأكيد إنه أغلب الناس بتعرف إنه الملك عبد الله مات في المسجد الأقصى، بس المعلومة اللي مش معروفة هي إنه القاتل مش بس قتل الملك عبد الله، لا هو كمان أطلق النار على الملك الحسين وأصابه في منطقة الصدر. راح تحكي لحظة كيف يعني أصابه؟ ما سمعنا إنه الملك حسين انصاب، طب كيف عاش بعدها يعني؟ وهون المعلومة الصادمة، قبل الحادث بفترة الملك عبد الله أعطى الملك الحسين ميدالية بتنلبس طبعا مثل السنسال، فالرصاصة يعني ضربت بالميدالية اجت في صدره لكنها اصطدمت بالميدالية وانقذته سبحان الله، الميدالية اللي اعطاه اياها جده. المعلومة السابعة، هاي المعلومة يعني مش راح تصدمك، راح تجننك.
حكينا انه الملك الحسين اتزوج 4 مرات، وحكينا برضه انه من بين زوجاته في واحدة اسمها الملكة علياء. هاي الملكة اتزوجها الملك سنة 1972. بحسب المقربين من الملك بيحكوا انه هاي اكثر ملكة كان يحبها، وكانت بينهم قصة حب معروفة. علياء هي ابنة السفير الأردني في بريطانيا بهاء الدين طوقان، وكانت متميزة في دراستها. يعني الناس كانوا يوصفوها ويقولوا علياء خلقت لتكون ملكة، مظهر وهيبة وتعليم راقي وجمال، يعني فعلا امرأة في مكانها مناسب. المهم أنجبت للملك ابن وبنت، وهم الأميرة هيا بنت الحسين والأمير المعروف علي ابن الحسين. في سنة 1977 وفي تاريخ 9 فبراير، الملكة علياء كانت رايحة تتفقد مستشفى الطفيلة في الجنوب، وفي الطريق ركبت طائرة مروحية، طائرة خاصة يعني، وكانت طبعا طائرة عسكرية. طبعا شهر فبراير زي ما حكينا يعني الأحوال الجوية بتكون سيئة كثير، وغالبا بيكون في شتاء ومطر وثلج أحيانا. وفعلا يومها كان طقس قوي كثير وصعب، وفي الطريق وبسبب الأحوال الجوية السيئة كثير للأسف اتحطمت الطائرة، وتوفيت الملكة علياء مباشرة مع مجموعة من المرافقين، كان من بينهم وزير الصحة. الحادث صدم الملك حسين وصدم الشعب الأردني، وتم إعلان الحداد 7 أيام. انفكر المعلومة خلصت؟ لا، خذ عندك الجزء الصادم. في بنت اسمها عبير محسن، هاي البنت توفوا أبوها وإمها، فقرر الملك حسين والملكة علياء إنهم يتبنوها، وفعلا صارت كأنها بنتهم. هالإشي صار سنة 1976، يعني بالضبط قبل سنة واحدة من وفاة الملكة علياء بحادث طائرة. عبير محسن بتعرف كيف أبوها وإمها ماتوا؟ خذ عندك الجزء يلي راح يجننك. ماتوا بحادث تحطم طائرة. يعني الواحد بيعيش 80 سنة وما بيسمع أصلاً بحادث تحطم طائرة. هاي البنت سبحان الله أبوها وإمها ماتوا بحادث طائرة، وبعدها بسنة واحدة إمها اللي تبنتها ردت ماتت برضو بحادث تحطم طائرة. يعني فعلاً في تزامنات في هالعالم إشي بيجنن الواحد، وما بنقول إلا سبحان الله. والمعلومة الأخيرة، أنا حبيت للأمانة إني أنهي الفيديو بموضوع جنازة الملك حسين يلي فيها معلومة غريبة كثير. طبعا الأردن لا تعتبر من الدول الكبيرة كثير بالحجم، ترتيبها رقم 112 بالعالم، يعني في 111 دولة أكبر من الأردن. لكن في معلومة يعني غريبة كثير، لما مات الملك حسين بعد صراع مع السرطان وتم تشييع جنازته، الجنازة كانت أكثر جنازة بيحضروها رؤساء دول ورجال سياسة في التاريخ كله. كمية الرؤساء اللي حضروا عددهم كبير كثير، حتى رئيس روسيا اللي كان مريض وبده يموت أصر إنه يحضر، والملوك والرؤساء العرب ورؤساء أمريكا وألمانيا وفرنسا، كله ما ظل حدا ما حضر، لدرجة إنه هاي الجنازة اتخطت جنازة جون كينيدي رئيس أمريكا وجنازة وينستون تشرشل. يعني بس تخيل قديش كيف الملك حسين قدر إنه يجمع كل هالرؤساء في مكان واحد. وبنكون هيك طبعا خلصنا الفيديو. طبعا لازم تحكي لي ايش رايك في هاي المعلومات، واذا عجبك الفيديو حط لايك واشترك في القناة، والسلام عليكم.